السلام عليكم. السلام عليكم. معك ميدي انتي فاش قدروا نطلعوا؟ شريف معك تلفازه واش قدروا نطلعوا عندكم؟ مرحبا اجي خويا زيد اخويا كمال. هنا تنظر لما نوصل عند الناس بغيت نوصل واحد السلام للجميع الناس اللي كيكتبوا لينا دي ميساج في فيسبوك وسورتو الامهات ديال الناس اللي كيصيفطوا لي لي ميساج. الله يجزيكم بخير وشكرا ونتمنى نكونوا خفاف على قبلكم. السلام عليكم. صافا كي داير؟ بخير. زيد اخويا زيد. سلام الشريفة تبارك الله عليك الله يحفظك. صح يدو الصباط ياك. شوف اخويا التلفازة الله يحفظك. اجي اخويا صح يدو الصباط ياك. اجي عندي هنا قف هنا. سمية ديال يوسف الحجمي. سي يوسف تبارك الله عليك. معك ميديا ان تي في. احنا جاي نديرو واحد المسابقة غادي نسولك واحد السؤال بسيط وغادي تجاوبنا. سميت الكوميدي المصري المعروف اللي دار واحد السلسله جديده في قناه ميديا ان تي في اللي سميتها العراف. عادل امام. عادل امام برافو عليك تبارك الله عليك. واش كاين الوالده عاش مع الوالد؟ لا لا يا خالتي. عايش خالتك فين يا خالتك؟ اجي 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 الشريف اجي اجي. ربحتي معنا عمره الديار المقدسه مدات لك من طرف ميديا ان تي في. اجي اخويا. شكون اللي غيمشي دابا؟ لو قدرت تصيفط اي واحد الوالد تبارك الله عليك. سميتك شريف؟ عبد الهادي الشافعي. سي عبد الهادي تبارك الله عليك منور. تبارك الله الزين. الله يخليكم ديما ناشطين وديما ضاحكين. شريف شي تزغريته قلت له تباش عرفتي. الله اكبر. الله يدخل عليكم الصحه والسلامه ونتمنى لكم التوفيق والله يخليكم ديما ناشطين. الله يخليكم هذه المنطقه. اجي نعاودوا بقوا معنا نديروا واحد الصويره احنا كاملين. الله يدخل عليكم الصحه والسلامه الشريفه والله ينوركم. يلا اخويا كمال نمشيو نشوفوا الدار الثانيه. عطيو لي زانفورماسيون سي رشيد. غادي نمشيو نشوفوا دابا الدار الثانيه.